عندنا الأهمية البيولوجية لللايسوسوم في الخلايا البلعمية. الأهمية البيولوجية لللايسوسوم في الخلايا البلعمية يقوم بإفراز إنزيمات تعمل على تفكيك أنتيجين الكائن الممرض إلى أجزاء صغيرة، فترتبط ببروتين التوافق النسيجي اللي هي الـ MHC لتكوين مركب ناتج من ارتباط الأنتيجين مع بروتين التوافق النسيجي الـ MHC الذي ينتقل إلى سطح الغشاء البلازمي للخلايا البلعمية الكبيرة، أي يتم عرضه على سطحها الخارجي لكي تتعرف الخلايا التائية المساعدة TH على الأنتيجين من خلال بروتين التوافق النسيجي المرتبط معه. بعد كده عندنا بروتين البيروفورين، البيروفورين أو البروتين صانع معه. بعد كده عندنا بروتين البيروفورين، البيروفورين أو البروتين صانع الثقوب، هو بروتين تفرزه الخلايا التائية السامة اللي هي تي سي، أو الخلايا التائية القاتلة أو السامة تي سي، ويعمل على تثقيب غشاء الجسم الغريب الميكروب أو الخلية المصابة بالفيروس أو الخلية السرطانية أو الأنسجة المزروعة في الجسم عند ارتباط الخلايا التائية السامة بالأنتيجين الموجود على سطحه الخارجي. بعد كده عندنا السموم الليمفاوية. السموم الليمفاوية تفرز من الخلايا التائية السامة القاتلة اللي هي تي سي، وتعمل على تنشيط جينات معينة في نواة الخلية المصابة مما يؤدي إلى تفتيت نواة الخلية وموتها. كل ده الأهمية البيولوجية للمواد اللي اتكلمنا فيها.